الفكرة جاتني في تقريبا شي 2014 وقيلة، جاتني الفكرة ديال 2014. مهم بديت بشي بديت المحتوى ديال السبور، درت الباركور، درت الفيتنيس، ما خليت ما درت، وتلينا بك الحمد لله. هو نبين واحد الشخصية للناس باللي، وبالاخص انا، لان الناس اللي كيعرفوني راه المدام ديالي ضربه النقاب وهكا وهكا. بغيت نبين للناس باللي بحال دوك الناس راه ماشي كتزوج بها كتبقى ساد عليها في الدار وكتبقى تخانقه، راه ضروري ما تخرج وتبدا تضحك وغتبدا دير وهكا وهكا، لان بزاف ديال الدريات كيتهربوا على النقاب على هذا السبب هذا، كتبي تماكي وكتبي دير وكتبي دير، داكشي علاش هذاك هو السبب اللي ما كيخليهاش لا دير الحجاب لا دير النقاب. واش نقول لك، انا بالنسبه لي انا ما فرضتش عليها النقاب، هي دايره النقاب 3 ايام لان هذيك الساعه كانت كتخرج وكتضرب النقاب. انا كان هي ما الشمس كتضربها بحال عندها الحساسيه ديال الشمس، وجات عندي قالت لي ودي راه بغيت نقول لك واحد الحاجه، وقلت لها شنو هو، قالت لي راه درت النقاب. قلت لها ومن بعد، قلت لها ياك مرتاحه فيه ياك واخده راحتك فيه، قالت لي قلت لها راه مزيان، مزيان ليك ومزيان ليا، يعني النقاب راه الا مشيتي تدرتي راه ماشي بحال يعني الناس اللي كيضربوا النقاب راه فاهميني علاش كنهضر، واللي عندهم عيالاتهم خواتاتهم مواتهم كيضربوا النقاب راه عارفيني علاش كنهضر. النقاب راه كيسترك وما كيحاديكش بنادم من الاخر. لا لا، شوف انا واحد الشخصيه، انا عندي واحد الفكره، كنشوف راسي كما كندير واحد الحاجه خايبه ما بيني وبين اللي خلقني، ما كنشوفش انا الانسان، ما حديش هاد واحد الطريق وما ديرش واحد الذنب اللي راكم عارفين علاش كنهضر، يعني ما كاين لا زنا ما كاين لا فتنه ما كاين لا والحمد لله، واحد الحاجه اللي محترمه، واحد الحاجه اللي عاديه، واحد الحاجه اللي كتخرج عادي كتضحك كتنشط كتلعب مع وليدات كدير يعني هادو. وكاينين بزاف الناس كينتقدوك كيقول لك انت ديوتي انت هادي، والاشكال فين كاين ما عارفينش شنو هو المعنى ديال الديوتي. كما قلت لك انا ما كنشوفش بنادم ولا نشوف هذا، كنشوف اللي خلقني، واش كندير واحد الخطا ما بينه وبين اللي خلقني، ديك الساعه راه نقدر نتفادى وكاع ما نديرهاش كاع، ولكن ما حدي كندير واحد الحاجه، لان كيجي عندي الانسان كيقول لك لا انت، كنقول له اعطيني دليل، اعطيني دليل باللي داك الشيء كندير راه فيه شي ذنب. ملي كتقول له اعطيني دليل كيبدا يجبد لك شي مواضيع اخرى كيبدا يهرب، اعطيني دليل، تقول لي ديوتي اعطيني حديث دير، كاين حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كاين فيه الديوت، ولكن شنو هو الديوت اشرحوا لي صافي. يعني الانسان ما عنده حتى شي دليل وما عنده ما يقوله لي، وما اللي بغيتي قولها. يعني الحمد لله قلبت على راسي وبحثت وسولت الناس اللي زعما فقهاء وسولت الناس اللي واعيين في الدين، قلتها لهم قلت لهم ودا شنو كندير، قال لي ما عندك حتى شي حاجه ديال اللعب. ملي تعرفت على هاجر ديك الساعات، المهم كنتلاقاو ديك الساعه مره في شحال، يعني ما كنتش ناوي معاه شي نيه خايبه ولا شي حاجه. المهم دازت الامور بخير وعلى خير. ملي دازت واحد الشهور ولا ما عرفت 5 شهور صافي، وانا نجي هنا قلت لها نتزوجوا. انا ديك الساعه الفكره ديال الزواج كانت في دماغي انا من مورا ما توفات الوالده ديالي، وعرفنا ناس بزاف، ولكن ملي تلاقيت مع هاد السيده هذه لقيتها واحد السيده اللي لها عمرها دار، وعرفتها غتصبر معايا وعارفه الظروف ديالي وعارفه عندي المشاكل وعندي، وفعلا دزنا في مراحل بزاف بزاف. ومن ناحيه الزواج بعت التليفون ب 16000 ودرت اللاكت ب 700 درهم، وكما قلت لكم راه ربي راه كيرزقك. عمر غني وعرف راسك واش كد، واش قاد على المسؤوليه، يعني واش قاد عليه، واش عارف راسك الا ما خدمتيش فين غادي تجيب الطرف ديال الخبز، فين غادي تجيبه، خاص تقلب خرج وسير دير المعارف، دير لي كونتاكت مع الناس، دير هكا وكون ولد الناس، وكون الله يهم راه ما تكونش شي واحد اللي يدي لهذا ويدي لهذا. الزواج واش ساهل؟ هما اللي كيصعبوه الصراحه، كيصعبوه هو من واحد الناحيه راه صعيب بالنسبه اللي نفسه بارده، ولكن اللي نفسه قاصحه راه غادي يجي ساهل. يعني علاش هادي خلاك الزواج شنو؟ وانت دابا نقولوا كمثال، انت دابا زوفري عندك موتور ليسانس كتمشي حدا اللي سيت، شحال كتخسر؟ نقولوا كمثال شي وحده خرجتي معاها مثلا ها ويكاند، شحال تخسر عليها؟ اش من نيتك؟ راه هنا راه هذا هو التنافق بعينيه. ملي كتبدا تدوي معاه كيقول لك واه الزواج لا مثلا لا،
وملي كتبدا تشوفو كتلقاه كيخرج لك مع هادي ويمشي لك مع هادي ويدور مع هادي ويخسر يخلص في القهوه قهيوه ويدير ويخرج لي النار 100 درهم. راه الا تزوجتي راه ما غادي تخسر 400 درهم. راه كتقضى التقضيه ديالك ديال الشهر كتصنط وكتمشي كتخدم كتدخل كاع الى عندك شي عزيزه راه كتجي كتضحك معاها كتكون فرحان يعني كتنسى الهم كتخلي المشاكل برا برا كتخلي كتدخل الدار كتلقى حياه اخرى. وحتى المشاكل في الدار ما بينك وبين المراه راه كيكونوا المشاكل هذا الشيء راه ضروري. ولكن علاش الانسان كيقول لك خاص تصبر؟ سول امك وباك قول لهم كي درتو حتى كبرتوني ومفاهمين راه مفاهمين ولكن راه تلقاهم صابرين راه صابرين ماشي غير جاو وكبروك راه ماشي ما لقاو حتى مشكل وما لقاو والو راه لقاو مشاكل بزاف وتلقاهم تخاصموا امك مشات غضبانه لدارهم كامل هاد المسائل ضروري ما يقع ما بين الزوج والمراه لهذا خاص الانسان خاصو غير يصبر. قال لك الراجل الا ما صبرش تصبر المراه تمشي تحزرو المراه عاوتاني الراجل اللي يصبر شي يصبر على شي كما كيقولوا لنا الوالدين. انا شنقول لك الرساله اللي غادي نوجه ماشي غير للشباب غادي نوجه للشباب وغنوجه للدريات وغنوجه لبزاف ديال الناس. كما قلت لك راه كاينين الناس بزاف غافلين الزواج حيت كيتواصلوا معايا ناس بزاف على هذا الموضوع هذا ديال الزواج كيقول لك اودي راه كنعرف واحد السيده كنقيها ودارهم ما بغاونيش وهكا 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 حتى الوالد مساكن الله يسمح لهم كيجي شو كتلقى ولد الناس راه اتصلوا بيا ناس كيبكيو والله الا كيبكيو. قال لي واحد السيد مشى بيتزوج وحده ووالديها ما بغاوش وما بغاو يعطيوها لشي واحد في فرنسا ولا ما عرف. يعني راه بزاف ديال الوالدين كيفكروا بهذه الفكره هذه راه ذاك راه الصراحه راه انا ما زواج ما والو ماشي ضروري تكون عندي الطوموبيل او ندير الدار او ندير او ندير او ندير والحمد لله بلاد ميمشي يجري راه كاع عباد الله راه كارين كاع عباد الله راه عايشين كاع الوالدين ديال الناس راه 20 عام وهما كارين ومكبرين ولادهم وداروا مشاريع ديال راه كل واحد وكيفاش رزق الله راه ما يمكنش تمشي فوق هاد الدنيا هذه الا ما كملتيش الرزق ديالك كون على يقين من الاخر اش ما يقول شي واحد لا الزواج صعيب